أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام، وقد انتهى بنا المجلس السابق عند جواب شعيب عليه السلام عن قومه وبيان حقيقة ما جاء به، وأنه إنما يريد بكلامه هذا الإصلاح ما استطاع. ثم بعد هذا الكلام العظيم البين الواضح المتضمن الشفقة والإحسان وإرادة الخير لهم والإصلاح، ماذا كان جواب قومه؟ نستمع لهم. يقول الله عز وجل عنهم: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يقولون: إننا لا نفقه كثيرا من هذا الكلام الذي تقوله، وكأنه يتكلم بلسان أعجمي، وكأنه غير فصيح في كلامه، مع أن بعض المفسرين يقول أن شعيب هو خطيب الأنبياء من فصاحته في كلامه. وهم يقولون: ما نفقه كثيرا. لماذا قالوا ذلك؟ انقطعت الحجة، لم يعد عندهم حجة يجادلون بها شعيب، كما قال قبل ذلك قوم نوح، وكما قال كل المكذبين لرسول الله: قد جادلتنا فأكثرت جدالا فأتينا بما تعدنا. كلهم يقول: خلاص، هات الذي أنت تعدنا به. استعجال للعقوبة وانقطاع للحجة. ثم قالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا. وإشارتهم إلى ضعفه فيها تهديد مبطن بأنك ضعيف، نستطيع أن نبطش بك. ولولا رهطك، الرهط هم جماعة الرجل وقرابته، يعني يقول: لولا رهطك وقرابتك التي لا نريد إغضابها وأن نقع معها في خلاف لرجمناك، يعني لقتلناك بالحجارة. وهذا يعني وقتله بالحجارة قصدهم بذلك التحقير والخزي له، أن يقتل بالحجارة ولا يقتل كما يقتل. نعم، لم يرد في الآيات الكريمة الإشارة إلى أنهم مؤمنين أم أنهم ليسوا بمؤمنين، لكن المقصود أن هذا الرهط كان لهم قرابته، كان لهم مكانة عند قومهم، فما أرادوا إغضابهم بقتله. ولكن تأملوا حينما قالوا له: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ما علاقة ضعفه وقوته بما يدعو إليه؟ هل لأنه ضعيف يكون الذي يدعو إليه خطأ، أو إذا كان قويا يكون الذي يدعو إليه حق؟ هذه اختلال الموازين عند من يرد دعوة الحق، تكون موازين في تقييم الأقوال والأفعال والأشخاص مختلة. كم عندك من مال؟ هل أنت قوي؟ هل أنت ضعيف؟ هل لك جاه؟ هل لك منصب؟ فقط موازين مختلة، ما ينظرون إلى ذات الكلام ومضمونه وحقائقه وما يدعو إليه، هل هو حق؟ هل هو صواب؟ هل هو باطل؟ هل هو خطأ؟ ما ينظرون إلى ذلك، ينظرون إلى أشياء خارجة عن الكلام. وهذا ديدا المكذبين. وإذ كان هذا الكلام منهم قد بطن بالتهديد والوعيد،
هو تهديد ووعيد مبطن. قال لهم جواب في منتهى القوة، في منتهى الثقة بالله، قال: يا قوم أرهطي، يعني جماعتي وقرابتي، أعز عليكم من الله، يعني أعظم شأنا وقدرا ومقاما من الله الذي أرسلني، فتتركوا إيذائي وقتلي ورجمي من أجلهم، ولا تفعلون ذلك من أجل أني رسول الله؟ ثم قال: واتخذتموه وراءكم ظهرية. الظهري نسبة إلى الظهر، يعني اتخذتم أمر الله عز وجل وحدوده وراءكم ظهرية، ولا يكون الشيء ظهريا إلا إذا نسي. فهو يقول: إنكم نسيتم أمر الله وتركتموه، لأن الإنسان إذا ألقى الشيء أمامه ربما يتذكر فيرجع يأخذه، لكن إذا ألقاه وراء ظهره فإنه ينساه ولا يرجع إليه. فقوله ظهري يعني مبالغة في إعراضهم ونسيانهم لحدود الله ولأمره، نسيانهم لمقام الله عز وجل وقدره. إن ربي بما تعملون محيط، يعني محيط بكم وبما تعملون. والإحاطة العلم التام، العلم التام بالشيء. ثم قال بعد ذلك: بعد أن رأى منهم هذا الإعراض الذي لا مجال للإصلاح فيه، وهذا الصد الذي لا مجال للإحسان معهم فيه، قال بعد ذلك: ويا قوم اعملوا على مكانتكم. قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. اعملوا على المكان التي أنتم عليها، على الطريقة التي أنتم عليها، على الأسلوب الذي أنتم عليه. إني عامل، يعني إني عامل على طريقتي، أنتم على طريقتكم وأنا على طريقتي. وهذا فيه إشارة إلى أنه سيستمر في قيام بدعوة الله عز وجل، وأنه لن يتوقف مهما كان صدهم وإعراضهم. اعملوا على طريقتكم إني، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هنا قال لهم على سبيل التهديد والوعيد: سوف تعلمون من يأتيه العذاب الذي يخزيه ويذله غاية الإذلال، ومن هو كاذب في قوله ودعواه. وهذا فيه تعريض بهم بأنهم كذبوا في كلامهم وفي أجوبتهم وفي ردهم. وارتقبوا، الارتقاب الانتظار، أصل الارتقاب الترقب والانتظار للشيء، ترقب مع توقع. فالارتقاب هو انتظار مع توقع، فإذا كنت تتوقع شيئا وتنتظره فأنت مرتقب له. ولذلك قال: وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا فيه أيضا تهديد لهم بأن العذاب سينزل ويحل بهم. وقال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر قصة شعيب وموقف قومه منه، قال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. وانظروا البداية بنجاة شعيب. في سورة الأعراف يبدأ بإهلاكهم، أخذ الذين ظلموا الصيحة يبدأ بهم، لكن هنا يبدأ بنجاة نبي الله، لأن هذا مرتبط بأي شيء؟ بموضوع السورة المتعلق بتسلية الرسول وتثبيت فؤاده بأن الله سينجيه وينصره كما نصر الأنبياء السابقين لهم. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا كما تقدم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهذا مثل السابق في معنى أنهم، أن العذاب نزلت بهم الصيحة وأن الله أهلكهم وجثوا في أماكنهم وفي ديارهم، لم يبرحوها ولم يتجاوزوا فيها. قال الله بعد ذلك: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين، يعني إلى بعدا لأصحاب مدين. مدين هذه هي المدينة، كما بعدت ثمود، يعني بعدا لهم وسحقا وعقوبة وعذابا لهم وإهلاكا لهم، كما بعد وأهلك قوم ثمود. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولقد أرسلنا
موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقول عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني أرسلناه مصحوبا بآياتنا، فالباء هذه للمصاحبة، مصحوبا بالآيات. وقال بآياتنا، والآية هي العلامة الواضحة البينة، فالمقصود بآياتنا يعني بالحجج البينة الواضحة، سواء كانت آيات متلوة وهي التوراة، أو آيات أخرى كاليد والعصا وغير ذلك من الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. بآياتنا وسلطان مبين، يعني وحجة ظاهرة. السلطان هو الحجة الظاهرة، إذا كانت حجة ظاهرة قوية ملزمة تسمى سلطان، ومع ذلك وصفها الله بأنها مبين، هي هذه الحجة بينة في نفسها وتبين للغير أيضا، فهي في ذاتها بينة ومبينة للغير بسلطان مبين إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قوله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، الرشيد الرشد ضد السفه، وهو إصابة الحق، إذا أصاب الحق والصواب قيل هذا رشيد، وأصاب الرشد ونحو ذلك. وهنا قال الله عز وجل في وصف فرعون: وما أمر فرعون برشيد، ما قال فنفى عنه الرشد ولم يصفه بالسفة، مع أنه إذا انتفى الرشد فإن مقابله إيش؟ السفة. ما قال وفرعون سفيه ونحو ذلك، لما؟ لأن الله قال، لأن الخطاب عن أتباع فرعون. فرعون تأملوا ماذا قال عز وجل: فاتبعوا أمر فرعون، يعني الملأ اتبع أمر فرعون. الإنسان يتبع غيره لماذا؟ لأنه يعتقد فيه الرشد، لأجل ذلك تتبعه. فإذا أردت أن تقول للشخص إن هذا الذي اتبعته سيضلك، تقول هذا الذي اتبعته ليس برشيد، لأن أصلاً إنسان اتبعه يريد الرشد، فأنت تنفي هذه الفكرة. بعد ذلك كونه سفيه، كونه ضال، كونه مخطئ، هذا أمر آخر، لكن أهم شيء أن تنفي عنه صفة الرشد التي من أجلها اتبعه. ولأجل هذا قدمت في الآية وصف نفي الرشد عنه. وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة. وقوله يقدم قومه يعني يتقدم قومه، فأوردهم النار. انظروا، يقدم وأورد بالمضارع ثم بالماضي، تعبير بالمضارع أوردهم. وكما ذكرنا أن التعبير بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه قال يوم القيامة، ويوم القيامة لم يقم بعد ذلك، فدل على أن المقصود تحقق وقوع هذا الأمر. ثم قال عز وجل: وبئس الورد المورود. نعم، شأنه الأمر، أمر الإنسان شأنه وحاله وما هو عليه، يعني وما أمر فرعون، يعني وما شأن فرعون وما حال فرعون، وهذه المعاني كلها تصح. نعم، 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 يعني يقول هذا من الطغيان الفرعوني الذي بلغ أوجه، يقول: ما أريكم إلا ما أرى، لا يمكن ترون شيء، ولا يكون لكم رأي إلا رأيي أنا الذي أريكم إياه. طيب، وهذا الرأي الذي ترين إياه ما بعده؟ يقول: وحتى هذا أنا لا أريكم إلا الرشاد، يعني قمة التزكية النفس، لا يوجد شيء بعد ذلك، لا ترون إلا ما أراه، والذي أراه هو الرشاد، غيره ما فيه. على كل حال، قال الله عز وجل هنا: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد المورود، الورد من الإيراد، الورد من الإيراد، وهو جعل الشيء واردا، والورد الماء الذي يرده الناس،
قيل الناس يريدون الماء، يعني يأتون الماء فيستقون منه، وهذا كان موجود أيام وجود الآبار الماء والعيون والينابيع، يريدها الناس لأجل أن يشربوا. الذي يأتي إلى الماء يسمى وارد، والذي يرجع عن الماء صادر، صدر عن الماء وورد إلى الماء يعني استقى الماء، وصدر يعني ذهب بعد أن ورد الماء. إذن قوله بئس الورد المورود، المقصود بالورد هو الماء الذي يرده الناس والبهائم ليستقوا منه. ومعنى الآية بئس الورد الذي وردوه، لأنهم سيقدمون يوم القيامة على أي شيء؟ على النار والعياذ بالله. فسمى ذلك وردا، سمى ذلك وردا، كما يرد الناس، الناس إذا أرادوا أن يأتوا إلى مورد الماء يأتون مسرعين ومستوفزين من أجل أن يستقوا الماء، بل ويحصل خصومات من أجل الوصول إلى الماء. فأنزلهم الله قوم فرعون منزلة هؤلاء، يأتون يوم القيامة مسرعين وراء خلف فرعون، فإذا به يقودهم ليس إلى الماء الذي يطفئ الظمأ، بل إلى النار والعياذ بالله. وهذا غاية في التهكم، في التهكم بهم. وبئس الورد المورود. قال عز وجل وأتبعوا، الإتباع الإلحاق، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وأتبعوا في هذه لعنة، يعني في هذه الدنيا على تقدير محذوف، يعني مع هذا الذي يحصل عليهم في هذه الدنيا أتبعوا لعنة. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد أصله ما يرفد به ويعان، الرفد ما يعان به الناس. وهنا يعني غاية في البلاغة والدقة في التعبير، يعني الله عز وجل ألحقهم وأتبعهم بأي شيء؟ باللعنة، ثم ذم هذه اللعنة فقال بئست اللعنة رفدا لهم، يعني بئست هذه اللعنة إعانة لهم. واضح المعنى؟ يعني أتبعهم بلعنته عليهم ثم ذم هذه اللعنة لأنها لا تعينهم بشيء، مع أن الأصل أن الرفد أن يعين، فإذا أعينوا باللعنة هل استفادوا منها؟ لم يستفيدوا منها شيئا. والآية الكريمة الحقيقة فيها تنبيه على خطورة الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، وقد سبق الإشارة إلى الملأ الكافر. وهنا المضل رأس الكفر، رأس الكفار والطغاة، فرعون الذي أضل قومه وهم اتبعوه يعتقدون أنه سينجيهم وسيهديهم سبيل الرشاد، بل ما انتفعوا منه إلا أن قادهم إلى النار وأوردهم إياها والعياذ بالله. وهذا خطورة الأئمة المضلين. وقد قال الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لأنهم أضلوهم عن الحق ومنعوهم من قبوله والانقياد إليه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائما وحصيد. نحن بدأنا في شرح السورة ببيان أن هذه السورة جاءت لبيان موقف الأمم وتسلية لرسولنا، استفتحت بذكر حقيقة مبعث النبي ونبوته، أليس كذلك؟ وأنه مبعوث من الله، لا يسأله الله عز وجل عن اهتدائه من عدمه. ثم قص عليه بعد ذلك قصص الأنبياء، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، ثم ردع إلى المقصود فقال عز وجل ذلك من أنباء الغيب القرى نقصه عليك، يعني القص تتبع الأثر. وسميت حكاية أخبار الماضين قصة لأنك تتتبع آثارهم. نقصه عليك منها قائم وحصيد. قول ذلك من أنباء القرى، النبأ هو الإخبار بأمر مهم، إذا كان أمرا مهم تقول نبأ،
ولا يطلق النبأ إلا على الأمر المهم، ذلك من أنباء القرى، يعني القرى الماضية، نقصه عليك، يعني منها من تلك الأنباء قائم، أو من تلك القرى قائم وحصيد. فأما القائم فهو الزرع المستقل على سوقه، يسمى قائما على سوقه قائم، والحصيد المسوى بالأرض، الحصيد على وزن فعيل بمعنى محصود، يعني مسوى بالأرض، مثل قتيل يعني مقتول، وذبيح يعني مذبوح، فحصيد معنى محصود. يعني يقول الله عز وجل تلك القرى التي قصصنا عليك أنباءها منها قائم، يعني منها ما بقي من آثارها، فتجد منازلهم وتجد باقي آثارهم، قرى أخرى سويت تماما بالأرض فلم يبق منها شيء، مثل قرية قوم لوط ما بقي منهم آثارهم شيء، لكن صالح وثمود صالح، قوم صالح وقوم هود بقيت آثارهم. فإذا منها قائم يعني منها باقي الآثار، ومن والحصيد الذي لم يبق منه شيء، منها قائم وحصيد. ثم قال عز وجل ما ظلمناهم بهذه العقوبة التي نزلت بهم، ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. يقول عز وجل إن الله لم يظلمهم، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بهذا الفعل، واتباع آلهتهم ومطاوعتهم لتلك الآلهة، وهذه المطاوعة والمتابعة هي التي أوقعتهم في العقوبة والعذاب. بل يعني هؤلاء الذين عبدوا تلك الآلهة هم يرجون نفعها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن انظروا ماذا قال عز وجل وما زادوهم غير تتبيب. التتبيب مصدر تببه، إذا أوقعه في التباب، تببه إذا أوقعه في التباب، والتباب هو الخسارة، التباب هو الخسارة. إذن زادوهم، أثبت الله أنهم زادوهم، الزيادة الأصل تكون زيادة خير ولا شر؟ الأصل تكون الزيادة خير، لكن هذه الزيادة التي زادتهم تلك الآلهة زادوهم الخسارة، لم يزيدهم شيئا آخر غير ذلك. هذه الخاتمة لقصص الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل الحقيقة تشير إلى عدد من الفوائد والمعاني التي ينبغي التأكيد عليها. أولا أن هذه القصص فيها أعظم العبرة والعظة، ولذلك قال عز وجل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ثم أيضا فيها دلالة على أن الأمم التي عاقبها الله عز وجل وعذبها كهاته الأمم التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة أنها أمم ظالمة، وأن الله عز وجل لم يظلمها بل هي الظالمة. ولهذا قال عز وجل وما ظلمناهم بتلك العقوبات التي نزلت عليهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأصل الظلم مجاوزة الحد، أما لما أن الله لم يظلمهم، لأن الله أولا أقام لهم أدلة وحدانيته عز وجل في أنفسهم، ففطرهم مغروسة على توحيد الله عز وجل، خلقت عبادي حنفاء كما جاء في الحديث الصحيح، هذا أولا. وثانيا أن الله أقام في مشاهد الكون في الآفاق والأنفس دلائل وحدانيته التي تقود إليه وتدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم أيضا مع ذلك أنزل الكتب الإلهية منه عز وجل التي تهدي للتي هي أقوم، وأيدها بالمرسلين المصطفين أكرم الخلق،
فلا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذه الحجج البينات لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال عز وجل: ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم أيضا معنى آخر وهو معنى مهم أيضا، أن الإنسان بل كثير من الناس قد يعلقون أنفسهم على أسباب وأحوال يظنون أن بها نجاتهم وسعادتهم وسلامتهم، ثم تخذلهم هذه الأسباب وتلك الوسائل في أشد أحوالهم حاجة لها. ولهذا هذا المعنى أشار إليه قول عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هم لماذا عبدوا تلك الأصنام؟ أرادوا التقرب إلى الله زلفى، أرادوا أن تحميهم، أن تعينهم، أن يلتجئوا إليها إذا أصابهم الضر، ولكن لم، وهي أسباب واهية تعلقوا بها وظنوا أن بها معقد النجاة، ولكنها خذلتهم لما جاءت وقت الحاجة. ولذلك قال عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فمع أنها لم تغني شيئا إلا أنها زادتهم خسارة إلى خسارتهم والعياذ بالله تعالى. وقوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك، يعني على تقدير محذوف، ومثل هذا الأخذ الذي قصصناه لك، قص الله أخذه لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى، ثم قال: وكذلك أخذ ربك، يعني مثل هذا الأخذ يأخذ الله كل قرية ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، الله عز وجل رحيم وغفور وحليم ولا يعاجل بالعقوبة ويعذر إلى عباده، لكنه إذا أخذ وإذا عذب كان أخذه وعذابه الغاية في الألم. ولهذا قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم على من يقع عليهم وشديد في ذاته أيضا. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وهذا تعقيب آخر، تعقيب بعد تعقيب على القصة: إن في ذلك لآية، يعني في هذا الذي قصصناه وبيناه في هذه السورة، إن في ذلك لآية، يعني علامة بينة واضحة. لكن لمن؟ هل هي آية لكل أحد؟ كلا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن كان يخاف العذاب يوم القيامة ويخشى مقام ربه ووقوفه بين يديه. لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قوله ذلك يوم مجموع له الناس، اللام للتعليل، يعني أي مجموع لأجله الناس، فالجمع لذلك اليوم مقصود، وجمع الناس من أجل هذا ذلك اليوم مقصود، لأن في ذلك اليوم يتحقق الملك لله عز وجل وحده دون سواه. لا ملك لأحد مع الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في ذلك اليوم يعطى المحق وينتصف ويكافأ ويكرم ويعاقب المذنب والظالم. ثم قال عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقوله مشهود يحتمل أمورا، يعني يحتمل يشهده الناس، مشهود يعني ذلك اليوم عظيم يشهده الناس، والنص على هذا تعظيم له. ويحتمل أن معنى مشهود يعني محقق الوقوع، لا شك في وقوعه. إذن يحتمل أن يكون مشهود يعني أن يشهده الناس كلهم، ويحتمل أن يكون المقصود بمشهود يعني متحقق الوقوع لا شك فيه ولا شبهة. ويمكن أيضا معنى آخر أنه كثير من يشهد فيه، كثير الشاهدين له لشهرته، لأن الخلق كلهم يجمعون في ذلك اليوم. مثال ذلك تقول: مجلس فلان مجلس مشهود، يعني يحضره الناس الكثر وكل يشهد به ويوقن ويعرفه ويعرف فلان ومكانه،
لأن مجلسه مشهود. فهذه كلها معاني وهي معاني صحيحة لا تعارض لا تعارض بينها. ثم قال عز وجل وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني هذا جواب على سؤال يرد في الذهن، إذا كان ذلك يوم مجموع له الناس لا شك وذلك يوم مشهود لا شك فأين هو؟ لماذا أخره الله؟ يأتي الجواب يقول وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني لا نؤخر هذا اليوم إلا لوقت وأجل محدد. أصلا الأجل هو الوقت المنتهي إلى غاية، هذا يسمى أجل. ما يطلق لفظ الأجل إلا على المدة المؤقتة، ومع ذلك قال لأجل معدود بعد، يعني مؤقت ومعدود، فهو مضبوط تماما ما يزيد ولا ينقص، إلا لأجل معدود. طيب ما صفة ذلك اليوم؟ ما أحواله؟ قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقوله يوم يأتي يعني في ذلك اليوم في ذلك الحين تأتي كل نفس لا تكلم إلا بإذنه، وهذه أول مظاهر الملك المطلق لله عز وجل في ذلك اليوم، أن أحدا كائنا ما كان لا يستطيع أن ينطق بكلمة في ذلك اليوم مهما كانت منزلته ومكانته عند الله، فإنه لا ينطق حتى الملائكة المقربون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم. وهذه أعظم من أعظم مظاهر ملك الله عز وجل في ذلك اليوم، أن أحدا لا يتكلم في ذلك اليوم إلا إذا أذن الله عز وجل له. ذلك يوم قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فلا يتكلم أحد إلا بإذنه حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى، كما جاء في الآية الأخرى. فمنهم يعني من هؤلاء الناس المجموعون في ذلك اليوم منهم شقي وسعيد فقط، ما في قسم ثالث، إما سعيد سعادة مطلقة تامة لا يعقبها سعادة، أو شقي شقاء مطلقا لا شقاء بعده، وهذه حال الناس إما من أهل اليمين أو من أهل الشمال والعياذ بالله. قال فمنهم شقي وسعيد، والبدء بالشقي لأن سياق الآيات يناسب ذلك، سياق الآيات فيها التهديد لهؤلاء المكذبين بالرسل المعرضين عن الحق، ولذلك قدم ذكرهم. ثم قال عز وجل فصل حال الذين شقوا، قال فأما الذين شقوا ففي النار، يعني مكانهم ومصيرهم في النار، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير لهم فيها زفير وشهيق، الزفير هو صوت خروج النفس من الجوف، والشهيق صوت دخول النفس إلى الجوف، فهي إشارة إلى العذاب الشديد الذي يجعل الإنسان في هذه الحالة الاضطراب بالنفس، يخرج صوته قويا عند خروج النفس وقوي عند دخول النفس، وهذه حال تدل على أن الإنسان في شدة وكرب عظيم. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، الخلود هو طول المكث، خالدين فيها ما دامت السماوات، يعني ما بقيت السماوات والأرض. قوله ما دامت السماوات والأرض يذهب كثير من المفسرين أن المقصود بما دامت السماوات والأرض هذا تشبيه كنائي مقصود به طول المكث، ليس مربوطا ببقاء السماوات والأرض، لأن أصلا السماوات والأرض قد زالتا وبدلتا، فلا يوجد هناك سماوات والأرض، ولكن مقصود أنهم خالدين أبدا فيها إلا ما شاء ربك. وتعليقه بالمشيئة إشارة إلى أن هذه العقوبة هي بحكم الله عز وجل ومشيئته، ولو شاء لم يقع ذلك، فلا مكره له عز وجل، إن ربك فعال لما يريد، فهو عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وبحمده. ثم قال هؤلاء الذين شقوا في مقابلهم وأما الذين سعدوا يعني أهل السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهذا الاستثناء لتعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل، وأنه لا مكره له سبحانه وبحمده،
ثم قال عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ أصل الجذ القطع، أي عطاء غير مقطوع. ولما كان هذا عطاء، والعطاء نعمة عظيمة، لكن دائما هذا العطاء يخاف الناس من شيء فيه، وهو أنه قد ينقطع. عطاء الدنيا نعيمها يعكر عليك صفوه أنك تخشى انقطاعه، هذا أعظم ما يعكر صفوه. يعني أهل النعيم في الدنيا تقول إذا أردت أن تعكر صفوه نعيمه فقل ستموت، ينقطع هذا النعيم الذي أنت فيه. ولذلك يكثر في القرآن الكريم التأكيد على أن هذا العطاء خالد أبداً وأنه لا ينقطع. ولهذا قال عز وجل عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء، والتعبير بصيغة العطاء بصيغة النكرة للتعظيم هذا العطاء، عطاء كثيرا واسعا ومع ذلك فهو غير مقطوع لا ينقطع أبدا. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. ثم الآية أيضا، هذه الآيات أيضا فيها دلالة على أن على خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، وأن بقاءهم فيها أبد الآبدين، وهذا ما تدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل الإسلام خصوصا في أهل الجنة أنهم باقون فيها أبدا. وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أهل النار خالدين فيها أبدا لا يفنون، ولا تفنى النار، ولا يفنون بفناء النار. وهذا أخذا بظواهر نصوص الكتاب والسنة المتكاثرة الدالة على خلود أهل النار فيها، مثل قول عز وجل لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي الأزمنة الطويلة. وفي الحديث أيضا أنه يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وهذا كله يدل على أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار باق خالد لا ينقطع ولا يزول. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.